بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثت في الحلقة الماضية عن قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبينا الأدلة على أن الله وحده هو الإله المعبود المطاع بحق. إن في خلق السماوات والأرض الكون كله يدل على أن الخالق واحد، فينبغي أن يكون المعبود واحد، وهو المتصرف في أنفس الناس وفي حياتهم. والآية التالية والآية التي بعدها تبين كيفية خضوع الناس إلى غيرهم عن طريق التبعية والتقليد. مصالحه مع فلان فيطيع فلان، ولا يدري أنه أصبح عبدا لفلان يتصرف فيه كالعبد المملوك. فالتبعية هي عبودية لغير الله، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، يعني غير الله، أندادا، أي أمثالا لله في العبودية والطاعة، يحبونهم كحب الله. يبدأ الأمر بالحب. يتصور هذا الإنسان التائه عن خالق الكائنات أن مصالحه مع فلان، يوظفه، يعينه، يسلطه، يجعله في سجن يضرب الناس ويعذبهم ويأخذ مال على ذلك، فيظن أن علاقته وحياته مرتبطة بفلان، مع أن الإنسان لو عقل حياته مرتبطة بالله تبارك وتعالى. تذكر نفسك أيها الإنسان أن ملك الموت جاءك، غسلوك وكفنوك وحملوك وذهبوا بك وهم مجتمعون كثر، فوضعوك في قبر وحيدا فريدا ليس لك إلا عملك. إذا مات ابن آدم، إذا مات تبعه ثلاثة، تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. برجعوا أهله بتقاسموا ماله، وبجوز إذا زوجته موجودة بعد ما تخلص عدتها يأخذها، ويبقى له عمله. ما هو العمل المقبول؟ الذي يكون عبوديته فيه لله، الذي يعتقد أن الله بيده كل شيء، فلا يغفل عن الله ولا يحب غير الله أكثر من الله. ولذلك ربنا حب تبعية، يعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثالا لله في الطاعة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لأنه ذكر الله ومعرفة الله المتصرف في كل الكون، فينا وفي أولادنا وفي حياتنا وفي وفاتنا وفي رزقنا، اللقمة التي تدخل في فمنا بتقدير الله تبارك وتعالى، إن لم يقدر لها لا تدخل. أحد الأشخاص أخذ عنبة ووضعها في فمه فسعل، طارت العنبة إلى الأمام ومر ديك من الدجاج فخطف العنبة وأكلها. هذه ليست من نصيب فلان، إنما من نصيب هذا الحيوان ليأكلها. فكل شيء من الله. المؤمن إذا علم هذا يحب الله أكثر من حب الناس للأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، كلمة الظلم في القرآن تستعمل للشرك، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا اتبعنا أشخاص، تبعيتنا لهم، خضوعنا لهم، تسلطهم علينا ورضائنا بذلك، هذا لا ينفع شيء، إنما يكون في من ورائه الخزي والندامة. ولو يرى الذين اتبعوا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ، يعني في ذاك الوقت تبرأ الذين اتبعوا، الزعماء والمتسلطين واللي كانوا اتبعوهم وقلدوهم ويظنون أن مصالحهم معهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ما عاد في سبب يخلصهم من عذاب الله.
ماذا يقولون؟ قالوا لو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا العذاب زيادة عن عذاب في جهنم، وهو التحسر والألم والندم على ما فعل، وتمني أن يتبرأ منهم في الدنيا، ولكن لا رجوع إلى الدنيا، لأن الله بيّن لكم في الدنيا بهذا القرآن كل شيء، ولكن أصمكم وأعماكم العبودية لغير الله تبارك وتعالى، فظننتم أنها نافعتكم ولم تنفعكم إلا بالعذاب الشديد والحسرات يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحسرة مع العذاب التي يقع فيها هؤلاء التابعون والمتبوعون، ولكن لن يتخلصوا من عذاب الله. فمن عقل وعرف أنه خاضع لله يعلم أن الخضوع فيما أنزل الله لله لا للعبيد والفجار والظلام والمتسلطون الذين يرهبون الناس حتى يعودوا يتركوا في طرهم فيخضعوا لهم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.